لينا شماميان من الغناء إلى التمثيل. أول مرة بحكي فيها القصة. لو تشوفي كمية المسجات اللي اجتني الفانز، هذا ما أعلنت أن رح أشوفك أنه نيالك وحصوت الملائكة ورح تشوف شو سر محبة الناس لإلك؟ ما أعرف بس كتير منبسط فيها لما توصل. ممكن فنان الملاك تخيل، أول شيء أنا ما بيعرفوني شخصي. ما شاف الوجه الآخر. بهالعفوية ردت لينا على السؤال اللي كلنا بنعرف إجابته، وهي أنه الجمهور أطلق عليها هاللقب نظرا لصوتها الملائكي الساحر. ومشينا عرنين السر. وعشاق هالنوع من الأصوات الدافئة أكثر، فبحفلة لينا الأخيرة بمصر وعلى مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي بالتحديد، الجمهور تخطى 4000 شخص. أدي هذا الشيء بيعطيكي هيك بكبر قلبك بشجعك أنك تعملي أغاني أكثر وحفلات أكثر؟ كثير. لك تفاعل الجمهور بالنسبة إلي هو أكتر شيء بيحركني أنا وعم غني، يعني الناس اللي بيشتغلوا معي سواء الموسيقيين أو فريق العمل كله بيعرفوا أنه بس يكون الجمهور كبير أنا روق. وجمهور دبي ما رح يختلف كثير، فهو منتظر بشوء كبير حفل لينا يوم 3 سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي. لما تعرفي أنه عندك حفلة، أول شيء شو بتفكري فيه؟ شو بدك تلبسي؟ كيف رح تطلي؟ ولا بالأغاني؟ ولا أنه كيف بدك تطلع على المسرح؟ شو الجمهور؟ شو نوع الجمهور موجود؟ شو الأغاني اللي بيحبوا يحضروها؟ كيف التفاعل تبعهم؟ فبالتالي شو الأغاني اللي بتغنيها أول شيء؟ وأكيد لينا ما رح تنسى تغني هنعيش ونشوف، واللي أبدعت في غنائها لتتر مسلسل إلا أنا. ولكن ظهور لينا بهالبرومو الخاص بالموسم الثاني خلى الكثير يعتقد إنها رح تمثل فيه. لا أنا ماني عم مثل فيه، أنا بس هيك مفهم إنه أنت عم بتمثل فيه. جد بركي فعل خير. وهذا مش البرومو الوحيد اللي رح تظهر فيه لينا هالفترة. أنا عم مثل بشي تاني إن شاء الله، رح يكون في دور عن قريب بمسلسل عربي مشترك حيكون إن شاء الله، وفي فيلم مثلت فيه رح ينزل بأبريل 2022 نيسان 2022. ومع أنه لينا تحفظت على تفاصيل المسلسل، ولكن حبت تشاركنا بشوية تفاصيل حول الفيلم. أول مرة بمثل بفيلم مو بس كمغنية، يعني كمغنية طلعت بكذا شيء صورت، بس أول مرة بكون عم صور مشاهد ودور بالفيلم موجود. هل هو طبعاً منه دور كبير، بس هو دور بيعبر عن حالة موجودة كانت، يعني حالة بتغير شيء ضمن الفيلم. فأول مرة بوقف على الكاميرا هيك، أنا على المسرح بمثل، بس أول مرة بوقف على كاميرا فيلم بيك برودكشن. راو حقيقة يعني هو الإنتاج كان لنتفليكس. واو أوكي. أول مرة بحكي فيها القصة. أما اسمه فرح يحمل عنوان The Swimmers. هو فيلم فعلياً إنتاجه ضخم إنترناشنال، ما بين بريطانيا وأوروبا كلها، كمان تصور جزء بتركيا، بالعالم العربي. هو بيحكي أكيد عن قصص ما بين السوريين ورحلة الانتقال لأوروبا، الحياة هناك، مو بس السوريين، كل الناس اللي فعلياً كل الناس اللي أوروبا. تماماً. أنت هتكوني واحدة من هدول الناس اللي رح تلجأ لأوروبا، ونشوف قصتها شو رح يصير مع أحداث. رح أكون واحدة من هدول العالم لنقول، ورح نشوف شو رح يصير مع الأحداث. يلا رياكشن وجهك كيف إنه لا أخ حلقة القصة مظبوط؟ قالوا لي لا تحكي. أنت ما تحكي أنا بحكي.